السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا من جديد معكم ايهاب محمد من قناة وي نو كونكر. في البداية ما تنسوا اشتراك الفيديو واشتراك القناة مع تفعيل زر الجرس. حبيت يا جماعة اعمل فيديو بخصوص هل الهدايا اللي بتاعت الايفنت دي اتغيرت ولا لا. احب اقول لكم ان هي ما اتغيرتش، حرفيا ما اتغيرتش، هي زي ما هي مفيش اي كلام. طب ايه هي الهدايا اللي هي بتاعت الكامب اللي هو انت بتختار الفريق الفايز؟ تمام، قلت لكم اكتر من مرة هتعرف الفريق الفايز من فين، اللي هو لما تلاقي كلمة جوين. عشان اوضح لكم الفكره يا جماعه، هو كان مكتوبه الكلام اللي كان مكتوب بتاع الجوائز كان مكتوب بطريقه مش مفهومه، فمن ازاي كانت مكتوبه فعلا بطريقه مش مفهومه، ان انت مثلا هتاخد مثلا ويني كامب هياخد مثلا بيمبي كامب برو مش عارف ايه وما الى ذلك وسو اون. لا، هو الجي ام بقى او الشركه عموما وضحت فكره الايه الجوائز عموما، هي جابت لك كل الجوائز بس بشكل افضل. مثلا زي ايه؟ بيقول لك اللي هيكسب، ايوه فعلا هتكسب زي ما انت، يعني الجائزه ما اتغيرتش، هتاخد الماونت، فاهمني ازاي؟ بس هتاخد جائزه واحده. للفريق الفائز ممكن انت وحظك يجي لك الماونت، يجي لك مثلا اللي هو الاكسسوري 7 ايام، ستون بلس 6 او ستون بلس 4. تمام، والصراحه من اول الماونت لغايه ستون بلس 6 مش وحشه، تمام عشان تبقى عارف. اما بقى اللي هيخسر هياخد الاما الاكسسوري بس، يعني الماونت بس اللي هتشال منه مشكل، تمام الماونت بس اللي حرفيا هيتشال منه. فيا جماعه الجايز زي ما هي مفيش اي تغيير فيها، مفيش اي تغيير، ان هي اصلا كانت من الاول ان انت هتاخد جايزه واحده فقط لا غير، جايزه واحده فقط لا غير، عشان تبقى فاهم مفيش اي جوائز اتغيرت يا جماعه، لسه زي ما هي. تمام، لسه زي ما هي، بس هو الشركه او الفريق التطوير حب يوضح الكلام بتاعها بالكامل، عشان بدل يكتب لك سو اون ممكن جوائز تانية اخرى، قال لك لا يا عم انا اوضح لك الكلام مش اكتر، مفيش اي حاجه اتغيرت كده، نفس الحوار، ممكن يجي لك برضو الماونت بيرم وهو الخمس نجوم بس انت وحظك، انت هتاخد شنطه للفريق الفائز، هتاخد شنطه، الشنطه دي يا اما تاخد فيها الماونت يا اما تاخد الاكسسوار 7 ايام يا اما ستون بلس 6 يا اما ستون بلس 4، بس انت وحظك، لو حظك عالي هتاخد الماونت. اما الفريق الخسران هياخد جائزه واحده يا اما الاكسسوار 7 ايام يا اما ستون بلس 6 يا اما ستون بلس 4، انت مش خسران اي حاجه، انت اخترت وانت وحظك، انت كده اصلا ما كنتش هتجيب الماونت لو انت اصلا عملت الايفنت، مش تبقى حرفيا يعني هتدفع، انا يعني عشان عملت فيديو دافع فور 17000 سبيس عشان اقدر اجيب الماونت ده، وهتلاقي الرابط بتاعته برضه في الوصف. كان معكم يا ابو محمد من قناه وني كونكر، ما تنساش تشترك في الفيديو واشترك في القناه وتفعل زر الجرس. الى اللقاء في مزيد من الشروحات القادمه ان شاء الله، ما تنساش تتابعنا على جروبات التليجرام والفيسبوك والتويتر والانستجرام والديسكورد على الوصف. السلام عليكم.